بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بحضرتك. النهاردة بنتكلم عن صلاحية مياه الري. صلاحية مياه الري يعني بنشوف بعد ما بنودي المختبرات، لما بنحفر أبار جديدة أو في مزارع، بناخد عينة من المية وبنوديها المختبر، أو بنوديها إلى المعمل، تمام؟ فبيديني النتيجة بتاعته. في بعض المعامل بتدي توصيات، وفي بعض المعامل بيديني الريزلتس بتاعه أو النتيجة بتاعته بحتة كده هوت، وإحنا بنشوف الدنيا ديت فيها إيه، تمام؟ فصلاحية مياه الري بتعود لاتنين من العوامل. أول عوامل منها بتعود لمية الري نفسها، بنشوف ظروف مية الري اللي أنا خدت العينة بتاعتها زي إيه، عاملة إيه. والعوامل بتعود إلى البيئة اللي أنا هزرع فيها. العوامل بتعود إلى مية الري، منها محتوى الماء الري الكلي من الأملاح، بشوف الأملاح تمام عاملة إيه. وعلى فكرة يا جماعة، مش كل الأملاح حادقة. لا تفتكر يعني إن إحنا عشان ملاح تبقى حادقة، لا، مش كل الأملاح حادقة. بمعنى برضو إذا أنا عندي حاجة زي الجردي أساسا ملهاش طعم، حاجة زي الكربونات والبيكربونات دي مرة، حاجة زي كلوريد الصوديوم أو ملح الطعام ده فعلا مالح. فمش كل في ذهنك يعني مش كل الأملاح هتكون ملحة أو حادقة، تمام؟ دي تاخد بالك منها كويس. ثم اللي يحس الكلام ده، يحس الكلام ده الجهاز في المعمل هو اللي يقول لك القصة دي كلها، تمام؟ المحتوى النوعي من الأيونات الضارة، وعلى رأسها الكربونات والبيكربونات والصوديوم. تركيز البرون، إحنا ما عندناش برون في مصر، وأعتقد في الوطن العربي ما فيش برون في مية الري. التركيز ما فيش زايد، بس في موجود في أوروبا وفي أمريكا بعض الطبقات الحمل المية فيها تركيزات عالية من البورون، ده بسبب مشاكل كتيرة جدا على أساس إن هو سام جدا للنبات لو زاد عن السفيشنت أو حد الكفاية. طبعا بيعمل توكسيتي للنبات أو سمية، ودي بتعمل لنا مشاكل كتيرة. الفلزات أو العناصر السامة التقيلة زي الكادميوم والرصاص وخلافه، ده بيسبب مشاكل للكبد والكلى بالنسبة للناس اللي بتتغذى على النبات المروية بتركيزات عالية من الحاجات دهية، تمام؟ عوامل بتعود إلى البيئة الزراعية اللي أنا هزرع فيها بقى. هل برضو المية مش برضو ممكن يكون فيها أملاح؟ بس نزرع، بس ده برضو بيعتمد على إيه؟ التربة عندي عاملة إيه؟ لو تربة رملية يعني القوام بتاعها مفتوح، يعني الصرف بتاعها جيد، يعني نقدر نزرع فيها. حتى لو ضفنا مية غسيل هلاقي إن الدنيا كويسة فيها، بمعنى برضو إن لو ضفنا مية غسيل وفي صوديوم ولا في أملاح هتتغسل وهتروح مع مية الصرف في 100 متر 200 متر تحت، ما فيش أي مشكلة في باطن الأرض. أما لو أراضي مقفولة القوام زي الأراضي الطينية طبعا هتعمل لي مشكلة، لأن المسام بتاعتها ضيقة جدا ورديئة الصرف، فمش هيتركز الأملاح، هتبقى متركزة جامدة في كتيرة في لو بتركيزات عالية في القطاع الأرض أو قطاع الجذور اللي في الأراضي التقيلة أو الطينية التقيلة يعني، تمام؟ المناخ عندي شكله ايه؟ في مناخ رطب، يعني في امطار كتيره، وبالتالي الامطار حتى لو بروي بميه مالحه الامطار بتغسل لي الميه دهيت مع ميه الصرف تحت، وبالتالي بتكون كويسه، تمام؟ طب لو مناخ عندي جاف، مناخ الجاف طبعا الحراره عاليه، فبالتالي الاملاح بيزيد التركيز بتاعها في القطاع الارض بتاعي، لان كل ريه انا بضيف كميه املاح مع ميه الري، فبالتالي كل ريه لو قست تركيز الاملاح في التربه هلاقيه بيزيد ريه عن ريه وسنه عن سنه وشهر عن شهر طول ما انا بروي بالمياه المالحه ده، تمام؟ نوعية مياه الري، مش كل نوعية النبات، آسف، مش كل النباتات بتتحمل الملوحة، ومش كل النباتات برضو محتاجة زي حاجة زي الفاصوليا مثلا والفراولة طبعا حساسين للملوحة، حاجة زي الطماطم والبتنجان وكده دول متوسطين التحمل للملوحة. في حاجات بتتحمل الملوحة زي البنجر وزي النخيل البلح وزي الزيتون وزي الذرة الرفيعة، دي بتتحمل الملوحة، تمام؟ عندي حاجة زي حالة الصرف عندي في الأرض زي ما قلنا قبل كده، دي أرض تقيلة زي الأراضي القلوية طبعا، ما فيهاش صرف خالص خالص خالص، حتى مش طينية ما بيبقاش صرف خالص. الصوديوم أساسا مفرق حبيبات التربة لأنه بيعتبروه الشيطان، وعمل لي مشاكل في ان هو سد المسام بتاعه التربه خالص، واصبح في مشكله عندنا كبيره في عمليه الصرف، وبالتالي بتتركز الاملاح في منطقه الجذور تبقى مشاكلها كبيره جدا، تمام؟
عمق مستوى الماء الأرضي. الماء الأرضي يعني الماء الأرضي بنشبه لك يا جماعة، كنا زمان لما بنحفر لي ترومبا ولا بير بعلى متر، بعد متر بتبدأ تطلع، أو متر ونص مترين بتبدأ تطلع ماء. تمام. في دي وفي أراضي مهما دخلت ممكن توصل بقى 200-300 متر على ما بتطلع ماء، فده بنسميه مستوى الماء الأرضي. لو مستوى الماء الأرضي في أراضي غادقة يعني فيها ماء كتير، هنلاقي مثلا على نص متر بتطلع للماء. تمام. المية ده هي مشكلتها في ان انا بروب مية ملحة، مستوى ماء الملح بيعلى وبزود لي المستوى بتاع الماء الارضي. تمام. فبنيجي نبص نلاقي ما بين الريات وبعضها، او لو تركت الارض شهر او شهرين، ببص الاقي الشمس بتضرب في سطح التربة، فبتبدأ تبخر المحلول اللي هو المية بملح اللي هو قريب من سطح التربة ده. هو طالما بيتبخر بيطلع على سطح التربة. المية بتتبخر على هيئة بخار الماء، وبيستنى لها على سطح التربة ايه؟ الاملاح اللي بتشوفوها متظهرة ده هي. تمام. بنقيس القصة دي بايه يا جماعة؟ بنقيسها بحاجة بسموها الايسي او الالكتريكال كوندكتيفيتي بالنسبة للاملاح، بيقيسوها بحاجة بسموها الالكتريكال كوندكتيفيتي او الايسي. الايسي دي الاي الامراح الايسي الإيسي أو الإلكتريكال كوندكتيفيتي ده هي اللي عاملة لنا المشاكل الكتير. يعني الإيسي قلنا الإلكتريكال كوندكتيفيتي اللي هو التوصيل الكهربي، التوصيل الكهربي. تمام. طب التوصيل الكهربي يعني إيه؟ الراجل وبتقاس بوحدة بسموها دي إس على الإم. الدي دي سي سيم دي 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 سي ميتر. الدي الدي سي ماشي، والاس اللي هي الراجل سايمونز دهوت، مستر سايمونز اللي هو اخترع القصه دي، والام اللي هي طبعا المتر. طيب السايمونز ده لقى ايه؟ لقى ان كل ما زاد التركيز، يعني انا عندي هنا كل ما زاد تركيز الاملاح، كل ما زاد تركيز الاملاح في الميه كل ما زاد توصيلها للكهرباء. تمام. بمعنى ان الراجل ده هو قال لك ان لو فيه عندي الميه المقطره، ماء مقطر، الماء المقطر ده ما بوصلش كهرباء، ما بوصلش ابدا. طيب لو عندي كلوريد صوديوم اللي هو ملح الطعام يعني، حاطينه. تمام. الكلوريد والصوديوم، الصوديوم ان ايه زائد. تمام. والكلوريد سي ال ناقص. تمام. ناقص ده بيدي لده وده بيدي لده، قفلوا الدايره الكهربائيه، وصل ولا ما وصلش؟ يوصل كهرباء. تمام. اذا فالراجل ده هو اكتشف كل ما زادت الاملاح كل ما زاد، اذا فالميه ما بتوصلش كهرباء. امال اللي بيوصل الكهرباء في الميه؟ الاملاح اللي موجوده فيه. وكل ما زاد تركيز الاملاح في الميه كل ما زاد تركيزها الكهربي. تمام. وكل ما قل التركيز كل ما قل التوصيل الكهربي، فسماها حاجه بسموها الكتريكال كوندكتيفيتي او التوصيل الكهربي اللي الراجل ده هو اتعمله لنا. تمام. تمام. طيب التوصيل الكهربي اللي الراجل عمله لنا ده هو قسم لنا فيه الميه لعده حاجه، لعده اقسام. تمام. بالمناسبه الاي سي بتساوي، عايز احولها البي بي ام، بتساوي الاي سي في 640 ده عشان احولها للبي بي ام. تمام. طيب لو احولها للملي مكافئ، لو عايز احولها للملي مكافئ ام بتساوي ايه؟ الاي سي ده بالملي مكافئ، اي سي في 10. تمام. ده لو عايز احولها للملي مكافئ، ملي اكويفالنت اللي هي الملي مكافئ. طيب لو عايز اعمل لها اوصلها للسموتيك بريجر الاو بي، بنحولها بايه؟ الاي سي برضو في 0.36. تمام. دي لو هو جايبها لك من المعمل باي صيغه من الصيغ دهيت ممكن
حضرتك تحولها بسهولة. تمام. طيب قسموا المية بناء على محتواها الكلي من الأملاح لنمرة واحد مية عذبة ماء عذب، ده الاي سي بتاعه من كام يا جماعة؟ 7/10 إلى أقل من 7/10، أقل من 7/10 اي سي، أقل من 7/10. تمام، يعني 450 بي بي ام. تمام، دي المية دي عذبة. يعني ايه مية عذبة؟ يعني مية تصلح لجميع الأراضي وبتصلح لجميع النباتات، ما عليهاش أي تحفظات يا جماعة خالص. طيب قال لي مية متوسطة الصلاحية، طيب متوسطة الصلاحية دي بقى يا جماعة قال لي من 450 بي بي ام لحد 2000 بي بي ام. تمام، او من 7/10 لتلاتة. تمام، لتلاتة دي اس على الام. تمام، طيب المية دي عليها شوية تحفظات، قد تجود لبعض المحاصيل وقد لا تجود لمحاصيل أخرى، قد تجود لبعض الأراضي وقد لا تجود في أراضي أخرى. تمام، في بس حاجة عايزين نقول عليها هنا، إن هو حاطط هنا المدى واسع بس شوية. تمام، ده كتاب جامعة القاهرة بتاع قسم علوم الأراضي، ده حاطط المدى واسع شوية، بس أنا بقول المية الكويسة من 100 إلى 1000 بي بي إم، من 100 لـ1000 بي بي ام، دي ممتازة جدا. تمام، بتروي تمام التمام، بس انا ضد البيوت المحمية اكتر من 800 او 700 كمان. ليه انا بقول دايما كده وبكررها في كل الفيديوهات؟ بقول لك دايما كده علشان انت عملت بنية تحتية عالية جدا، تمام، وتكلفة عالية جدا. تمام، فازاي انت عايز في الاخر عشان المية تعمل يعني تضيع انتاجك في تكلفة عالية ودنيا؟ لا، انت لو عندك المية عالية من الاول ما تبنيش بيوت محمية عشان التكلفة عندك عالية والبنية التحتية اساسا عالية، فلازم يكون في انتاج كويس ومحصول كويس، ده اللي احنا عايزين نقوله يا جماعة. تمام، في مية بقى يعني قليلة الصلاحية اللي هي فوق الـ2000، فوق الـ2000، انا معاك ان في ناس ما بتتبعش الكلام دوت، بتزرع زي ما عايزه، بس صدقني المحصول عمره ما هيكون جيد والتكلفه هتبقى عاليه عليه. تمام، عايز حاجه بس اقول، يعني ايه انا زرعت في تربه ملحيه؟ يعني زرعت في تربه ملحيه، يعني عندي النبات ده اهو، او الاسموتيك افكت او التاثير الاسموزي للملح بيعمل ايه بقى؟ عندي هنا تركيز أملاح، هو كله شطب، معرفش ايه اللي حصل هنا، أملاح تمام، وهنا جدر النبات وفي مية هنا. تمام، ايه اللي بيحصل؟ النبات عنده قوتين، قوة امتصاص وقوة بناء. قوة امتصاص وقوة بناء، الجدر بيمتص وبيبني فوق. تمام، طيب هنا عندي تركيز الأملاح عالي، الأملاح بتشد في المية والجدر عايز يشد في المية هو كمان، الغلبة هتكون لمين؟ قوة الشد الرطوبي للملح قوية جدا. تمام، قوية جدا للملح. طيب النبات يقوم عامل ايه؟ يقوم موفر قوة الامتصاص وقوة البناء دهيت ويدخل علشان ياخد مية. تمام، يلاقي الملح موجود يقوم يمتص، هنا تركيز الاملاح عالي، تركيز الاملاح هنا عالي. تمام، فماسك رطوبه، تركيز الاملاح هنا عالي، يقوم النبات ايه؟ يمتص، عايز يمتص ميه، ما يعرفش ليه الميه لازقه على شويه الايه؟ الاملاح دول. تمام، يقوم النبات ممتص شويه ملح عشان يرفع تركيز الاملاح هنا، املاح اهي ابتدى يسحب ملح عشان يزود تركيز الاملاح جوه النبات نفسه. تمام، لما يوصل تركيز الاملاح يزيد في النبات هيحصل ايه؟ اصبح تركيز الاملاح هنا
اكتر من املاح اكتر من تركيز الاملاح الموجود في التربه، فكده بيسمح له بايه؟ بان هو ياخد شويه ميه، تمام، ويقعد يعيد الكره دي كلها. جهد النبات كليته عامل اللي عم يعمل فيه يا جماعه، عمال مسخر كل القوه بتاعته في ان هو ياخد، عايز يشد ميه، ما يلاقيش ميه، يلاقي ميه بملح، يضطر ياخد شويه ملح، يزود الملح في محتوى عشان يزيد هنا الملح عن التربه عشان يبقى في فرق، تمام. لان لو لو الملح هنا زايد هيشد الميه اللي في النبات، بيسموها ظاهره البلزمه، تمام. فيقوم النبات واخد منين؟ من هنا، تمام، يزود الاملاح فيه فتسمح له بان هو يدخل شويه ميه، تمام، وهكذا الدايره شغاله على طول مستمر. الكلام ده بينتج عنه ايه؟ بينتج عنه حاجتين. اول حاجه النبات اصلا قزمي، نبات قزمي. تاني حاجة النبات غير اقتصادي لأنه ما فيهوش محصول، ده كل اللي بتعمله الأملاح. طب انت لما بتروي بمية مالحة كده هوت بتزود كل سنة زي ما قلت عن سنة، وكل شهر عن شهر بيزيد نسبة الأملاح في القطاع الأرضي. قاعدة عريضة لابد تحفظها، ري بمياه عذبة لأرض مالحة أفضل من الري بمياه مالحة لأرض عذبة. أجين، الري بمياه عذبة في أرض ملحة أفضل من الري بمياه ملحة لأرض عذبة. بشكركم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.